أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدورهم من غل تجري
لقد جاء أورثتموها